وقد كان البرلمان في كتالونيا قد أقر الانفصال عن المملكة الإسبانية لتتخذ من بعده مدريد التدابير العقابية ضد قادة الإقليم. قرار صوت عليه البرلمان في كتالونيا تتغير على إثر القارة الأوروبية انفصال إقليم كتالونيا عن أسبانيا. بتأييد 70 صوتا من النواب في برلمان كتالونيا انفرط عقد المملكة الإسبانية التي ظلت موحدة لأكثر من 10 سنين. في مدريد استقبلت الحكومة المركزية قرار برلمان كتالونيا باتخاذ إجراءات عقابية ربما استفزت قادة الانفصال في الإقليم، حيث عمد رئيس الحكومة ماريانو راخوي إلى فرض وصاية مدريد على الكتالان بالإضافة إلى عزل القادة هناك من مناصبهم. هدفنا الأول هو تنظيم انتخابات في إقليم كتالونيا إذا وافق مجلس الشيوخ، وسنقوم بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم، كما سنسحب صلاحيات الحكومة هناك على أن يتم تنظيم الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، وأهدف إلى عقد هذه الانتخابات في أسرع وقت. من بين المؤيدين لخلق دولة جديدة في أوروبا كان على المقاعد 10 أشخاص يرفضون القرار التاريخي. وفي محاولة لرأب الصدع ومنع انفلات الوضع في المملكة الإسبانية، دعا رئيس الحكومة الإسبانية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر الأسبان إلى الهدوء، مؤكدا على عدم مشروعية الانفصال. فهل تستمع الحشود المتجمعة الآن للصوت الآتي من مدريد؟